نذهب الآن إلى موضوع آخر، حيث قالت هيئة الشؤون الأسرى ونادي الأسير إن مئات الأسرى يهددون بإطراب جماعي عن الطعام ردا على هجمة إدارة سجون الاحتلال، آخرها سلسلة الاقتحامات التي استهدفت مؤخرا وحتى صباح اليوم عدة أقسام. أوضح البيان أن هذا التصعيد جاء تزامنا مع زيارة الوزير بن غفير الذي يواصل تهديداته للأسرى والمس بمصيرهم وسلب ما تبقى لهم من حقوق. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من رام الله مراسل تلفزيون العربي عميد شحادة. أهلا بك عميد. إذا تصاعد لحدة التوترات في سجون الأسرى بعد إجراءات قمعية تقوم باتخاذها سلطات الاحتلال والحديث عن التلويح بإضراب في ظل رفض يعني فلسطيني شعبي وأيضا رفض من الفصائل الفلسطينية باعتبار الأسرى ورقة ضعيفة، كل ذلك كيف يتفاعل الآن؟ عمليا رولا، الامور بحسب نادي الاسير الفلسطيني متازمه جدا داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي، وتحديدا في سجن النقب الذي نقلت منه مصلحه السجون الاسرائيليه 75 اسيرا من عده اقسام في سجن النقب، نقلتهم الى سجن نفحه. هذا الاجراء يعتبره الاسرى اجراء تنكيلي وقمع بحقهم. هؤلاء الاسرى ال 75 اوصلوا رسائل لنادي الاسير الفلسطيني انهم يخوضون اضرابا عن الطعام احتجاجا على القمع الذي تعرضوا له. وكان هناك بيان عن هيئة شؤون الأسرى وعن نادي الأسير الفلسطيني. هيئة شؤون الأسرى مؤسسة شبه حكومية، ونادي الأسير هو مؤسسة معنية بشؤون الأسرى، مؤسسة شعبية وطنية. قالوا إن الرسائل التي وصلتهم من الأسرى أن هناك مئات الأسرى يتجهزون للدخول بإضراب عن الطعام إذا لم تتراجع مصلحة السجون الإسرائيلية عن الإجراءات التي بدأت بها بحقهم بعد جولة من قالت هيئة شؤون الأسرى من وصفته بالوزير المتطرف إيتمار بن غفير في سجني عوفر وسجن النقب. إيتمار بن غفير وصل إلى سجن عوفر وبعد جولة داخل السجن قال لمصلحة السجون الإسرائيلية إنه يرى بأن الفلسطينيين الأسرى الفلسطينيين يقضون وقتا طويلا في الساحات، أي في ما تسمى الفورة باللغة الأسرى، وأنه يجب دراسة إجراءات لتخفيض هذه مدة وجودهم داخل الساحات. وأيضا بعد وصوله إلى سجن النقب لإجراء جولة هناك بحسب نادي الأسير الفلسطيني، بدأت مصلحة السجون الإسرائيلية بحملة النقل للأسرى، يعتبرها الأسرى حملات قمع بحقهم، تبديل أماكن تواجدهم التي تعودوا عليها، تغيير الوجوه التي كانوا يعيشون معها داخل السجون. هذا الأمر يؤثر كثيرا على نفسية الأسرى. تحديدا يتم الاستهداف لأقسام حركة حماس هذه المرة، وكان قبلها استهداف منذ بداية العام لأقسام حركة فتح، ومن قبلها منذ عملية هروب الأسرى من سجن جلبوع كان هناك استهداف بالإجراءات ذاتها لأسرى حركة الجهاد الإسلامي. الأسرى، مئات الأسرى بحسب نادي الأسير يتجهزون لخوض إضراب إذا فشلت الجهود التي تبذل بحسب نادي الأسير مع إدارة السجون الإسرائيلية عبر قنوات متعددة لعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل البدء بهذه الإجراءات. عمليا رولا، إيتمار بن غفير فعليا يضع قضية الأسرى أمام عينيه بالنسبة لزيادة التنكيل بهم. هو يركز كثيرا على قضية الأسرى، حتى في برنامجه الانتخابي كان يدعو لسن قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين، وكان لديه مشروع قانون تمت المصارقة عليه بالقراءة التمهيدية في الكنيست، وهو فعليا يتعمد دائما المس بالأسرى. كان هناك إجراءات سابقة، قطع المياه الساخنة عن الأسرى بطلب من إيتمار بن غفير لكي لا يستحموا بمياه ساخنة. هذه الإجراءات فعليا تم اتخاذها بالفعل في السابق، منع الأسرى من المكوث داخل الحمامات مدة 5 دقائق وتقليصها لثلاث دقائق، منعهم من الوصول الوقوف في الساحات أو الخروج إلى الساحات لمدة 45 دقيقة وتقليصها إلى 30 دقيقة، ومن ثم يطالب بتقليصها مرة أخرى. هذه الإجراءات التي يتعرض لها الأسرى. وأيضا من الإجراءات التي تم اتخاذها في السابق أن يدفع الأسرى ثمن تكاليف علاج الأسنان الذي يتلقونه داخل السجون، وعدم تقديم خبز ساخن لهم. هذه الإجراءات كلها بعد وصول إيتمار بن غفير الذي تصفه هيئة شؤون الأسرى والمحررين بالوزير الفاشي الذي يركز على قضية الأسرى للتنكيل بهم، وأحلامه أن يصل إلى قانون يوجد في سجون الاحتلال أقسام فيها أسرى محكومون بالإعدام. هذا ما يطمح إليه إيتمار بن غفير، والإجراءات التي تقوم بها مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى فعليا إجراءات تنكيلية، يهدد الأسرى بالرد عليها بإضراب جماعي قد يصل إلى المئات الذين يقولون إنهم يتجهزون لخوض هذا الإضراب.
شكرا لك من رام الله، مراسل تلفزيون العربي عميد شحاده.